بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأولى لهذا العام والمرقمة 86 من عمر الحكومة الحالية، حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديم الخدمات للمواطنين لآخر يوم من عمر هذه الحكومة. القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا اليوم بشكل سريع: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 149 لسنة 2021، وذلك بتعديل مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء المرقم 14 لسنة 2021 ليكون كالآتي: تتولى وزارة النفط تهيئة والدعم المالي لمشروع تنفيذ خطوط نقل محطة الرميلة الاستثمارية ومحطة ذيقار ومحطة الفاو بطاقة 400 كي في ومحطة شرق البصرة الغازية ومحطة الهارثة الحرارية ومحطة القرنة بطاقة 400 كي في من حصة وزارة المالية ومن عائدات المنتجات النفطية المصدرة. كما قرر الموافقة على إصدار النظام 1 لسنة 2022، نظام التعديل الثالث لنظام المراسم رقم 4 لسنة 2016، استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة 80 من الدستور والمادة 2 من قانون المراسم 26 لسنة 2000. كما قرر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية 14 لسنة 2021 بشأن الموافقة على استراتيجية الإصلاح الإداري في دوائر الدولة الحكومية التي أعدتها اللجنة المعنية بإعداد خطة استراتيجية للإصلاحات الإدارية في الدوائر الحكومية كافة ومؤسساتها وتبسيط أشكال الإجراءات في تلك الدوائر ذات المساس بحياة الناس. عادة ما يعاني المواطن كثيرا عند مراجعة الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية، سيكون هذا القرار بمثابة خارطة الطريق لتسهيل هذه الإجراءات. الموافقة على استثناء وزارة المالية من أساليب التعاقد لغرض إنشاء مركز مياه بحثي عراقي تركي، وسيكون إن شاء الله نواة لمركز بحثي إقليمي مستقبلا. إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 175 لسنة 2021، وذلك بإحالة مشروع المحطة المعالجة المركزية CBF للغاز والمعدات المساعدة مكمن اليمامة حقل الفيحاء النفطي الرقعة الاستكشافية 9، أكيد طبعا من شركة نفط البصرة. اعتماد هيكل التمويل والتنفيذ لمشروع مصفاة ذيقار الاستثماري بحسب ما جاء بكتاب وزارة النفط المرقم واو على 6 المؤرخ في 4/1/2022، وتخويل شركات وزارة النفط استكمال إجراءات التعاقد ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالتنفيذ المشروع المذكور آنفا. إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 125 لسنة 2021، حيث وافق المجلس على تولي شركة نفط البصرة الاستحواذ على كامل حصة شركة إكسون موبيل بعد قرارها بالانسحاب من حقل غرب القرنة المرحلة الأولى وبمبلغ 350 مليون دولار أو جزء منها، بالإضافة إلى تخصيص دفعة أولية بقيمة 250 مليون دولار بحسب مقدار الاستحواذ لتغطية حصة شركة نفط البصرة في برنامج العمل والموازنة لسنة 2022 وتعزيزها بحسب المستجدات. شريطة تنازل شركة إكسون موبيل عن دعوتها المقامة تجاه شركة النفط البصرة في محكمة غرف التجارة الدولية. الموافقة على: أولا، تخويل السيد وزير المالية أو من يخوله صلاحية تأجير الأراضي المملوكة لوزارة المالية والمخصصة للشركات النفطية العامة المستخدمة لأغراض تطوير النفط والغاز
وتقديم الدعم اللوجستي لذلك، استثناء من إجراءات المزايدة العلنية وفقا للمادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل. 2- تخويل السيد وزير النفط أو من يخلو له صلاحية تأجير المشيدات المقامة على جزء من أراضي الحقول النفطية للشركات التي تتولى تقديم الدعم اللوجستي والساندة لعمل الشركات الحكومية العامة في صناعة النفط والغاز وتطويرها بعد تزويد وزارة المالية دائرة عقارات الدولة بأسماء تلك الشركات التي تروم التعاقد معها مع بيان المساحة المطلوبة. كان هذا باختصار وبعجالة أبرز ما تطرق له اليوم اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية. شكراً.